عالي الأصوات، تعالى الأصوات اللي موجودة. يعني المشكلة حسب دراية وغير دراية، أنا اللي أدري دراية وغير دراية أفسدوا فرصتهم في الحصول على مجلس النواب. تقدم؟ تقدم، وربما لا تأتي هذه الفرصة ولن تأتي مرة ثانية. منو يتحملها أكثر؟ يتحملها اللي خربها. منو؟ اللي قاموا كلهم مثنى وهيبة وزيادة. هو تقدم يعني اللي خربها، اللي خربها من خارج البرلمان. نعم. لا 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 لا، مو اللي خارج البرلمان طبعا. نعم. هذه هم اتهامات وتلويح يعني. هسه السيد النائب هو تقصد الاطار يعني؟ طبعا اكيد هو يتهم. لا لا، هو الاطار صوتوا ليش صوتوا صوتوا منو خارج، منو خارج البرلمان؟ ترى مقاعد السنه الاطار خطيه. ما ست هيفاء، الاخوه في الاطار اغلبهم صوتوا الشعلان الكريم. بس نعرف منو اللي خارج البرلمان. زياد الجنابي وهيبه الحلبوس ومثنى السامره اعترضوا على فقره من القانون. نعم. اللي هي هيئة الرئاسة. هيئة الرئاسة، هذا ما اختلفنا عليه. لكن الآن هذا الاعتراض ورفع الجلسة مثل ما أنت تتفضل، هذا الرأي يختلف رأيهم عن رأي السيد الحلبوسي اللي مصر على أنه شعلان الكريم يبقى ماضي بالجلسة. هذا جانب. الجانب الثاني، الإطار ما يتدخل في هذا الموضوع، ما يقدرون النواب أصلا. نواب الإطار جزء منهم من صوت. نعم. لشعلان الكريم. صحيح. تمام، هذا واقع. وراحوا على